في هذا الموعد على محورين أساسيين خلال جلستين. أولى لتسليط دائرة الضوء على أدوار الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي جلسة ثانية لتدقيق في ثقافة حقوق الإنسان في الإعلام المغربي، خصائصها وجوانب المحدودية فيها. الآن سنتوقف مع كلمة لرئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب. في المنتدى المغربي للصحفيين الشباب اشتغلنا فترة طويلة وحققنا فيها واحد التراكم نعتبره في النسبة لنا إيجابيا حول الترابط ما بين مجال حقوق الإنسان والصحافة على المستوى المهني وعلى المستوى أخلاقية المهنة. المستوى المهني كنقصدوا به العمل اللي قمنا به على مستوى تقوية قدرات الصحفيين من خلال دلائل أو من خلال دورات تكوينية من أجل ضبطهم لتقوية قدراتهم، من أجل ضبط المفاهيم ذات الصلة بحقوق الإنسان من جهة، وأيضا ضبط الآليات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأيضا ضبط القوانين الوطنية ذات الصلة بحرية الصحافة والنشر في بلادنا ومدى ملائمتها للمواثيق الدولية وغير ذلك، وأيضا شق متعلق بأخلاقية مهنة الصحافة، لأننا نعتبر أن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها هي جزء لا يتجزأ من منظومة أخلاقيات مهنة الصحافة في بلادنا وفي مختلف أرجاء المعمور. وبالتالي انطلاقا من هذا التأطير هذا كننظموا هذه الندوة هذه من أجل الوقوف عند الإشكاليات المرتبطة أو ذات الصلة بالتغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان. شنو هي الإشكاليات اللي عندنا في الجانب المهني وفي جانب أخلاقيات المهنة أو هما معا في آن واحد، وكيفاش ممكن نبرروا توصيات وخلاصات اللي من خلالها ممكن نساهموا من موقعنا المتواضع في تجويد الممارسة الإعلامية والصحفية في علاقة بالتغطية الإعلامية والصحفية لقضايا حقوق الإنسان. عبد الناصر الكواي صحفي بجريدة العالم وعضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحفيين الشباب. يقال إن المناسبة شرط، وشرط هذا اليوم هو تنظيم ندوة حول العلاقة القائمة ما بين الصحافة وحقوق الإنسان في الترسيخ والتعريف في المجتمع المغربي. نؤكد على أهمية هذه الندوة لحيثيات عدة، لعل من أبرزها أنها تأتي في سياق وطني متسم بما يعرفه المجتمع من أزمة اقتصادية اجتماعية لا يمكن لأحد أن ينكرها. كذلك تأتي في سياق دولي، وهو أننا اليوم نحتفل بالذكرى 30 لإعلان اليوم العالمي لحرية الصحافة. كل هذه الحيثيات جعلتنا نستضيف أسماء معروفة في هذا المجال من الباحثين، كل يدلي بدلوه لكي يعطي لمحة أو تصورا معينا حول حقوق الإنسان وكيف ينبغي لنا نحن بوصفنا صحفيين أن نتعامل مع هذه الحقوق وأن نتمثلها في ممارستنا حتى نستطيع أن نمرر صورة صحيحة عنها للرأي العام، وبالتالي تكوين رأي عام في إطار الأدوار المنوطة بنا. تعرفين معي سيدتي الكريمة أن من الأدوار المنوطة بالصحفي دور التأطير والتوعية والتثقيف والإخبار، وهذه الأدوار كلها لا تنفك تكون ذات علاقة وثيقة مع حقوق الإنسان. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.